نروح بقى لدكتور احمد ابو عبله، طبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اللي قال ان خالد عبد الفتاح سوف ينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق اليوم بعد ما تم فحص اللاعب عقب مباراه الاسماعيلي والتاكد من سلامته وجاهزيته للمشاركه في التدريب. واوضح دكتور احمد ابو عبله ان خالد عبد الفتاح شعر بتقل خفيف في عضله السمانه وتم فحصه والتاكد من جاهزيته للمشاركه في التدريبات وجاهز طبعا لمباراه الاتحاد. طبعا حضراتكم عارفين الوقت ده من الدوري تحديدا اللي هو اخر الدوري مع البطولات الكتير اللي احنا كنا مشتركين فيها، مع المنافسه في كل البطولات، مع الضغط، مع كل الحاجات دي. لكن السيزون ده تحديدا اقل سيزون في اخر اربع مواسم فيه اصابات، اقل سيزون. انا بتكلم على الاصابات العضليه طبعا، لان طبعا هتقول لي في لعيبه جالها صليبي، في دي اصابات قدريه كلها ما لهاش علاقه بالاداء الطبي للجهاز الطبي. الجهاز الطبي المره دي او الموسم ده محقق تارجت الجهاز الفني في ان تقريبا ده اقل معدل اصابات في المواسم اللي فاتت كلها.